ما صلاح محسن مهاجم الفريق فخضع لجراحه لتثبيت مشطيه القدم. الكلام ده حصل امبارح في واحده من المستشفيات الكبرى بالقاهره، واوضح الدكتور ابو عبله ان صلاح محسن كان بيعاني من كسر في مشطيه وجه القدم، وعشان كده احتاج انه يستكمل علاجه من خلال التدخل الجراحي. وكده صلاح محسن هيغيب لمده تتراوح ما بين 7 ل 8 اسابيع عن صفوف الفريق، ان شاء الله هيخضع خلالها لبرنامج علاجي علاج طبيعي وتاهيلي مكثفين. بنتمنى طبعا لكل المصابين من لاعبتنا السلامه، وان شاء الله يرجعوا في اسرع وقت ممكن لارضيه الملعب باذن الله. التاهيل البدني والتاهيل النفسي يا كريم مهمين جدا، يعني ممكن تتاهل بدنيا وخلاص وتعود مره ثانيه لمستواك، ولكن كمان التاهيل النفسي يمكن البعض او بعض الدول لا تهتم بيه بقدر اهتمام دول اخرى، ولكن اعتقد ان هو لا يقل. لما تيجي تتكلم عن بطوله وانت كلاعب بتبقى يعني المفروض ان انت عضو اساسي في الفريق، وبعدين تغيب وبعدين تعود مره تانية، نفسيا بتبقى ممكن مش جاهز، نفسيا بتبقى الى حد ما لسه عايز تدخل في المود، حاجات كتيره جدا. يمكن عملنا فقرات كتيره جدا عن التاهيل النفسي. لا، ملف مهم وملف لازم ان هو يطبق بشكل يعني اساسي مع اي فريق او مع اي منتخب. اعتقد دي حاجه ربما تنقصنا شويه، لكن لو التركيز معاها اعتقد يا كريم ممكن ان هو يفرق بشكل كبير جدا. احنا شفنا كم الاصابات وكم الغيابات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، فبتيجي فكره هنا ان اللاعب يعود مره ثانيه، لا بيحتاج الى برضه تاهيل، فكره التاهيل النفسي طبعا. وعشان كده من المهم ان زي ما احنا اكيد انت خدتي بالك من الحكايه دي من خلال استضافتنا لكتير من المدربين في رياضات مختلفه، لا ابتدى الموضوع يبقى عادي، لان كان الاول ممكن تعتبريه ايه بالنسبه لنا احنا على الاقل في مصر، وفي رياضات معينه ممكن يبقى فيها شيء من الرفاهيه من وجهه نظر سواء صناع القرار او الامكانيات المحدوده، لكن ممكن. دلوقتي كل الناس ادركت اهميه النقطه دي، وان هي فعلا زي ما انت بتقولي ما تقلش باي حال من الاحوال في اهميتها عن التاهيل البدني او الجسدي للاعبين. انا فاكره احنا كان عندنا في الاهلي ايام مانوال خوسيه كان عندنا اخصائي نفسي، معرفش دلوقتي اعتقدش ان هو موجود بشكل اساسي، بس كان عندنا في فتره خوسيه يعني مانوال. على كل حال